في امبارح برضو ماتشات كتيره كانت يعني مقامه، ولسه النهارده في برضو في ماتشات، لكن احنا لو هنتكلم عن محمد صلاح تحديدا يعني هو يمكن في ماتش ليفربول بالامس ما سجلش يعني في شباك ساوثهامبتون، لكن الماتش انتهى طبعا لصالح ليفربول اللي تابع 4-0، ده ضمن منافسات الجوله 13 للدوري الانجليزي لكره القدم. لكن كالعاده مش يعني محمد صلاح لما بينزل يا كريم هو لازم بيعمل حاجه طبعاً في الملعب، يعني سواء بيحرز اهداف او ان هو بيبقى صانع لاهداف اسيست يعني اكثر من رائع، وده اللي حصل امبارح كان اسيست يعني الجولين، فما فيش مره بينزل غير لما بيشرفنا. وخليني اقول لحضراتكم برده هو بيحتل دلوقتي صداره ترتيب هدافي الموسم للبريميوم ليج برصيد 11 هدف. جو يا مو احنا معاك، يعني حاجه بجد ممتعه، خلينا نقول لما بنتفرج فعلا حاجه ممتعه. فخر العرب. فخر العرب. لقب عن جدارة. في ناس بتاخد كل مكان. في ناس بتاخد ألقاب مش عن جدارة، محمد صلاح فعلا أخذ اللقب ده عن جدارة. ينطبق عليه فعلا، لأن حقيقي عايز أقول لك فعلا حتى العرب اللي مالهمش في كرة القدم كلهم يعني مشجعين فكرة إن في رمز ونموذج محترم عالميا ومقدر عالميا زي محمد صلاح، فطبعا حاجة عظيمة جدا.